المهرجان. يصادف الثاني من أكتوبر من كل عام يوم اللغة المهرية، حيث يحتفل به سكان محافظة المهرة بهدف الحفاظ على لغتهم الأم كما حافظ عليها أجدادهم. اللغة المهرية ذات 31 حرفا هي لغة أبناء محافظة المهرة في منازلهم وأسواقهم وفي كافة تعاملاتهم، إلا في المواقف التي تستدعي التحدث بغيرها كاللغة العربية. ويعود تاريخ اللغة المهرية إلى ما قبل أكثر من 3000 عام، فيما يضع باحثون تاريخاً أقدم يمتد إلى 5000 عام. رئيس مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث الدكتور عامر بلحاف قال إن اللغة المهرية من اللغات المهددة بالانقراض بسبب عوامل عدة، منها تداخلها مع لغات أخرى وغلبة اللغة العربية عليها، أيضا عدم استخدام وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لهذه اللغة. بلحاف دعا من موقعه كرئيس لمركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث إلى ضرورة الحفاظ على اللغة المهرية وتاريخها وتراثها وشعرها على اعتبارها الهوية لمحافظة المهرة وامتدادا لإرث إنساني عريق، وللتذكير بيوم اللغة السامية، اللغة المهرية التي يتحدث بها نحو 200 ألف شخص داخل مدينة المهرة وخارجها، والذي يصادف 2 أكتوبر من كل عام. يقيم مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث في مدينة الغيضة عاصمة المحافظة أسبوعا ثقافيا تحتفي به معظم المدارس في المحافظة. الأسبوع يتخلله أنشطة وفعاليات ثقافية، من بينها التعريف ببعض إصدارات مركز اللغة المهرية وتوثيق عرس جماعي في إحدى البوادي، والتي تتمسك بالتراث المهري واللغة المهرية كلغة أساسية في حياتها اليومية، إضافة إلى استعراض بحوث ودراسات جديدة حول اللغة المهرية. كما يتم تقديم إذاعات مدرسية باللغة المهرية في مدارس المحافظة لتذكير الأجيال الجديدة بأهميتها وتشجيعهم على تعلمها، فضلا عن تنظيم احتفالات تراثية وفنية وكرنفالية ومحاضرات باللغة المهرية. وتعتبر اللغة المهرية شفهية في المقام الأول، لكن مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث وضع لها أبجدية خاصة من خلال استعمال الرموز العربية، ويوجد على متجر جوجل الكيبورد المهري الخاص بها كأحد الوسائل التي تعمل للحفاظ عليها.